السلام عليكم، تحية طيبة للجميع وأهلا وسهلا بكم. معكم منصور فلوق، مرة أخرى أحييكم في موضوع جديد وموضوع مهم للغاية. واش كتعرفوا بأن 4000 جندي مغربي كيشاركوا في الحرب على غزة مع الجيش الإسرائيلي؟ واش فرصكم بأن السفير الإسرائيلي التقى بالسفيرة المغربية بإسرائيل في ختام هذه الحرب الشعواء؟ قامت دولة إسرائيل بإنشاء قاعدة عسكرية من المغرب. كل هذا الذي سمعتموه هو مجرد إشاعة وأكاذيب. بزاف منكم غادي تسألوا وشنو هو السبب على هذه الإشاعات والأكاذيب وشنو هو المصدر ديالها. فتابعوا معنا هذا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا كل التفاصيل. نبداو على بركة الله. بينما غزة تتعرض للإبادة بأبشع الطرق، هناك بعض الصحف تتخذ مسارا آخر، وهو نشر الأكاذيب والإشاعات والترويج لأشياء غير موجودة وغير حقيقية لإثارة الفتنة. على منصة تويتر مثلا في الأسابيع الماضية حساب غزة الآن بتقرير يقول فيه: على الرغم من مطالبة الشعب المغربي بقطع العلاقات مع الاحتلال النازي الإسرائيلي، إلا أن سفير الاحتلال الإسرائيلي عاد إلى المغرب اليوم، ولكن قبل أن يعود ذهب للتحرش بسفيرة المغرب لدى الاحتلال النازي الإسرائيلي. مع استمرار صمت النظام المغربي على تلاعب النازي فوق أراضيه وغزة تنزف دما. ولكن عندما سنشاهد التفاصيل نجبروا بزاف ديال التعليق يتهموا هذا الموقع أو هذه الصفحة بالتدليس وتزييف الحقائق. قاموا بتكذيب هذا المنشور، وقام حساب غزة الآن بعد 24 ساعة بحذف المنشور، ولكنه لم يعتذر. وأن صورة السفير الإسرائيلي التي ترونها الآن، السيدة التي ترونها مع السفير الإسرائيلي، ليست مغربية وهي من أصول جنوب إفريقيا. وللمعلومة أن إسرائيل ليست لديها سفارة في المغرب، وكذلك أن المغرب لا توجد لديه سفارة في إسرائيل، ولا يوجد أصلا سفراء بين البلدين، بل هناك مكتب اتصال يوجد في الرباط، ويوجد مكتب آخر لإسرائيل، مكتب اتصال بين الدولتين كما يوجد في العديد من الدول العربية مثل قطر مثلا. وكما قلنا أن هذه المرأة ليست مغربية بل يهودية من أصول جنوب إفريقيا. ولكن حساب غزة الآن لم يعتذر للمغاربة، فكما رأينا جميعا الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام مؤخرا بالظهور على إحدى قنوات التلفزة الفرنسية TF1، وقام بنشر صورة للوطن العربي وتوجد فيها خريطة المغرب مبتورة من صحرائها. وبعد هجوم التعليقات والشجب والاستنكار على صفحة مكتب نتنياهو، قام هذا الأخير بخروج ببلاغ يعتذر فيه للمغاربة، وقال بأن الصورة كانت قديمة توجد في مكتبه، وهو السبب اللي خلاه أنه حيث كان في بث مباشر مع القناة الفرنسية قام بنشر تلك الصورة. ولكن هناك رسالة مشفرة من الساسة الإسرائيليين وكذلك الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمغرب وللمسؤولين المغاربة بسبب تجميد العلاقات بين البلدين. وهنا رسالة كما قلنا مشفرة يقال بأننا يمكن أن نعود لملف الصحراء ونسحب الاعتراف الأمريكي للصحراء المغربية. وهنا كما كنشوفوا المفارقة هو أن رئيس دولة الكيان خرج باعتذار وببيان، بينما حساب غزة الآن لم يخرج بأي اعتذار. مرحبا بكم. نقطتان سريعا، الأولى مرتبطة بالادعاء بأن هناك 4000 جندي مغربي يقاتلون إلى جانب الصهاينة في قطاع غزة. هذا ادعاء كاذب وخبر زائف لا نصيب له من الصحة، ونتمنى على من يحبون قطاع غزة أن لا يشوهوا شعبا يحبه أبناء غزة، وأن لا يستخدموا الدم في قطاع غزة من أجل تصفية أي حسابات سياسية. والشائعة الأخرى هو باسم قناة الجزيرة، والتي تقول: صدق أو لا تصدق، صحيفة دعوت أحرنوت نقلا عن مصدر عسكري أكثر من 4000 جندي مغربي يشاركون إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة منذ مطلع العام الجاري، وفي إطار الاتفاق العسكري الموقع بين الجيشين، على أساس أنه كان هناك اتفاق عسكري موقع سابقا
يعني بين الجيش الإسرائيلي والجيش المغربي أن يدافع الطرفين عن بعضهما في حالة الحرب. ومن الحسابات الصهيونية الناطقة بالعربية التي شاركت بنشر هذا المنشور، وهو حساب نظام المهداوي الذي يعلن في حسابه أنه يدعم فلسطين، حيث يقول نظام المهداوي: جيش محمد السادس يشارك في حرب الإبادة الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة. المؤرخ والأكاديمي المغربي محمد البطيوي أكد أن هناك 4000 جندي مغربي يشاركون في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان منذ نحو 7 أشهر. البطيوي أكد أن مشاركة الجنود المغربيين جاء ضمن اتفاق أبراهام الذي عقده نظام المغرب مع الكيان الصهيوني في ديسمبر 2020. ركزوا معي جيدا، هناك بعض الصور أو بعض مقاطع الجنود الإسرائيليين من أصول مغربية، بحيث أن أسر ديالهم اليهود المغاربة اللي عايشين في إسرائيل. وفي ضمن هذا الفيديو هذا تكلمت سابقا على موضوع اليهود المغاربة في إسرائيل وتاريخهم، غادي نخلي لكم الروابط ديالهم صندوق الوصف وفي أول تعليق، يمكن لكم ترجعوا لهم وتعرفوا عليهم بزاف. هناك مغاربة يهود في إسرائيل، وكما كتعرفوا إسرائيل فيها العديد من اليهود المنتمين لعدة دول عربية ودول العالم. فإلى تصادف الإنسان مع مقطع فيديو عن يهودي من أصول مغربية مثلا كيغني أغنية مغربية أو شيء من هذا القبيل أو يقاتل في غزة، فهذا ليس بمعنى أن المغرب يدفع بجنوده للمشاركة في حرب غزة، وهذا كله أكاذيب وخرافات، وأن اللي كيشوفوه الناس مواقع التواصل الاجتماعي كله مغالطات وتدليس. هؤلاء هم إسرائيليون ذو جنسية إسرائيلية مزدادون في إسرائيل ولكن أصولهم مغربية، وبعض يعني ضعاف النفوس والمتربصين من المملكة واللي كيقوموا بتشويه سمعة المغرب دائما كيخذوا هذه المقاطع هذه وكيقوموا عليها بتدوينات على أساس أنها دلائل بأن المغرب يرسل جنوده لإسرائيل. وخير دليل على ذلك كما شفتوا في الصورة، هناك جندي إسرائيلي قتل مؤخرا في غزة وتم أسر جثته، ونسبت هذه الصورة إلى جندي مغربي وشارك في مناورات الأسد الإفريقي. وللأسف الشديد بعد 6 أيام من وقوع تلك الواقعة في غزة وأسر جثة ذلك الجندي الإسرائيلي، ظهرت هذه الصورة التي نسبت إلى هذا الجندي. وكما تعلمون واللي بغيت نوصل لكم كاملين، هو أنه الآن في إطار التطبيقات ديال الذكاء الصناعي اللي كتقدر أنها تطور من صور ديال الإنسان، وبأن قدرت تأخذ أي صورة بغيتي وترجع الملامح ديالها على صورتك أنت، فهذا ممكن. والآن بعض الصفحات يقوموا بتدليس واستعمال التطبيقات هذه ويتم يعني إنسابها للدولة المغربية، بخصوص بعض المعارضين وكذلك بعض القنوات الفاشلة في الدولة الجارة. وتحية للشعب الجزائري الذي هو يعد شعب ذكي وليس شعب غبي لكي تنطلي عليه مثل هذه الكذب. دخل لكم واحد مقطع تشوفوا التفاصيل ديالو. في 25 مايو أعلنت كتائب القسام عن أسر جنود، لكن سريعا تلقفت الخبر حسابات على الإنترنت ادعت أن الجندي القتيل مغربي. على فيسبوك نشرت صفحات مقربة من المعارضة فيما غادي تخرج قناة الجزيرة لتكذيب كل هذه الإشاعات والأقاويل عما نشر عن الجيش المغربي وعن المغاربة. تقول قناة الجزيرة: لاحظنا مؤخرا تداول بعض الصفحات المشبوهة التابعة لبلد عربي لهذا المنشور على أساس أنه صادر عن منصة الجزيرة، وعليه تتبرأ شبكة الجزيرة من هذا المنشور وتؤكد لمشاهديها أنه لم يسبق لها تداول هذا المحتوى على أي من منصاتها المعروفة، وتشدد القناة على رفضها القاطع لكل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد المملكة المغربية الشقيقة، كما ترفض إقحامها في أي صراع إقليمي باستعمال مثل هذه الأساليب التدليسية، خصوصا أنها صادرة عن بلد جار وشقيق لديه علاقات متوترة مع المملكة المغربية. والفهم فهم قناة الجزيرة خرجت لأنه قاموا بعض الصفحات
بتزوير بعض الصور والمقالات انسابها لقناة الجزيرة. وغالبا هذه الصفحات هذو كيكونوا يعني مدعومين من الموساد الإسرائيلي اللي كيقوموا بالترويج للفتنة بين الجهرين المغرب والجزائر. فكما ذكرنا قضية الجندي اللي قتل في غزة وتم أسره تم إنسابه للجيش المغربي، وبعض الصفحات كذلك قامت بإنسابه لجندي جزائري كما شفتوا في التصاور وشفتوا في الفيديو. حياتي لكم، كان معكم أخوكم منصور فلوق، لقوا فيديو جديد، السلام عليكم.